السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كبيرة لكم وكل كما راكم، معاكم لطفي دوبل كانو. اليوم رانا الاثنين 21 جويلية 2014، يعني رانا في العشر الأواخر تاع رمضان. ندعي ربي سبحانه أنه تكونوا بخير، وأنه تكونوا من الناس اللي حيختموا القرآن، والناس اللي يصوموا يعني كما يحب ربي إيمانا واحتسابا، والناس سورتو اللي راحي يجيبوا ليلة القدر ويقفوا في ليلة القدر ويصلي في ليلة القدر ويستجيب لهم ربي في ليلة القدر. احنا نهدروا فيها وقلوبنا راهي مقطعة بوش قاعد يصير في غزة وفي فلسطين. يا ربي يكون معاهم، يا ربي ينصرهم ويحفظهم ويمد الصبر للوالدين هذوك اللي ولادهم ماتوا. يا ربي يكون معاهم ويهدي الناس اللي راهم ساكتين وقادرين يديروا حاجة. الله يرفع برك هذا الظلم وهذا العدوان على غزة. اليوم ان شاء الله راح نحكيوا على لافا تاع الحملة تاعنا اللي هي كسوة العيد اللي بديناها في الديبيو تاع رمضان، يعني سي لا ديرنيير ليني دروات ان شاء الله. حبيت نشكر الاعضاء والناس اللي قايمين على جمعية دار المصطفى لكفالة اليتيم. ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم وربي يزيد يخليكم للناس هذوما ولليتامى ان شاء الله، باش تزيدوا غديروا الخير اكثر واكثر وربي يعتقكم من النار ان شاء الله يا ربي في هذه الايام. حبيت نهضر على الناس اللي جاوا، هذه الحاجة الاولى، وراحوا للمركز ولا راحوا للمقر تاع الجمعيه وداو معاهم يتامى وراحوا كساوهم. والله من اروع المشاهد اللي شفتهم في بلادي، يعني انسان يعني يجيب 500 600 ولا 700 الف ينحاها من لحمه ويروح يصدقها على واحد يتيم ما يعرفوش. والله بارك الله فيكم، مازال الخير، ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام فيه وفي امتي الى ان تقوم الساعه. بارك الله فيكم، وزاد يعني يسخر من وقته، يعني مش غير مد 500 وراح، لا السيد قال لك يجي معايا ونروح اليتيم هذاك نديه وندور به في البلاد ونفركتو في الحوانت ونشوفو هادي ملاح هادي مش ملاح، هادي تساعدك هادي ما تساعدكش. يعني حتى في الساعتين ولا في الثلاث سوايع هذوك اليتيم راح يسوحها شويه باليد بارونتي هذاك، يسوحها شويه بالوالدين ويسوحها شويه بالحنان هذاك تاع الوالدين. تما مش غير عطاه دراهم ولا لبسه، عطاه حتى ذاك الحاجه اللي ما نقدوش نوصفوها، هذاك لو سونتيمون تاع يسوحها روحو طفل انه يعني مع والديه ولا مع واحد يعني قريب لوالديه. ربي يبارك لكم ان شاء الله الناس اللي صدقوا، وربي تكون سبب في عتق ان شاء الله في العتق تاعكم في هذه العشر ايام، ربي يوفقكم. الحاجة الثالثة، كاين الناس يقولوا لي يا لطفي احنا حابين نشاركوا بصح ما عندناش وما لقيناش كيفاه وحنا ما عندناش سوارد وكذا. فيا ناس ما تنساوش رمضان كيما يبدا ربي راه دار واحد سبيسيال منادي نادي يا باغي الخير اقبل. ياك حاب ناوي ما تحاولش تفهم، احنا ندبروا راسنا، ما تحاولش تفهم. يعني اذا ناوي فريمون وحاب ما كانش منها ما تقدرش، تقدر بالسيف. دوك نقول لك كيفاه. سي فري كو 500000 600000 سي با نيمبورت كي لي صدق، مش اي واحد يقدر يمدها، مي على الاقل قداه قادر تمد؟ حق تريكو، تريكو سامبل برك، تريكو يعني مش محتم تريكو ماركة ولا تريكو، تريكو سامبل تقدر تصدق به، تريكو قمجة شورت. اذا ما عندكش باسكو كاين الناس ما عندهمش تريكو تبو، تقدر تصدق بالتريكو تبو، سهلة تريكو تبو. قداه يدير تريكو تبو؟ يدير 10000، يعني اضعف الايمان، 20000 10000 تريكو تبو تابع للكسوة. ما عندكش 10000 يا خويا، عندي 7000 عندي 6000، سهلة يا خوي، اشري تقاشر، ياه تقاشر تاع بيبي تاع طفل تاع 3 4 5 سنين، تقاشر تقشيرة قادرة ربي سبحانه يدخلك بها للجنة ويغفر لك ويعفو عنك. يعني أقل منك وش ما عندكش؟ ما عنديش. عندك 1000 فرنك، ياه روح للجمعية، طبطب على الجمعية أي في لا كولون في الليمبيا وقول لهم يا ناس تاع الجمعية أني عندي غير 1000 فرنك، فدوك يفرحوا بيك ويسلموا عليك. 1000 فرنك انت كتشوف 500000 بزاف ما عندكش، و 1000 فرنك زعما عيب ولا تحشم؟ ما تحشمش، عمالك 1000 فرنك كيما شفت هذاك الفلسطيني نشوفو احنا في التيلي هاز حجره ومقابلو شار ولا مقابلته طياره ولا مقابلينو عدوان كبير وهو هاز حجره. هي حجره ما حد دير والو، بصح واش هو المبدا والبرانسيب؟ انكم ما تقتلونيش وانا مستسلم، اني مشني راح نستسلم خلاص، وقتلوني وانا قاعد نكافح ولو بحجره. شفتي ربي سبحانه ساعات يحب حوايج صغار بصح عندهم معنى كبير. ساعات هذاك الانسان الشخص اللي في غزه ولا اللي في فلسطين اون جينيرال ما عندوش حجره، طاحت ما كانش ما بقاش فض والحجار ومقابلو شار فينوض يعيط تحيه فلسطين ولا الله اكبر ولا ينوض يسبهم ولا
يعني كيشغل ما تقتلونيش وانا هارب، ما تقتلونيش وانا مستسلم، ما تقتلونيش وانا قابل وانا راضي وانا مهبط راسي. شفتوا المعنى؟ حاجة صغيرة سابل هكاك. انت الف فرنك هذيك يعني ما عندكش الف فرنك سيدي، خلاص يعني يا ربي ما عنديش، ما نستسلمش يا ربي ونروح ندير الخير لوجه الله به نرضيك يا ربي. ما عنديش وما عندناش صوار ما كان والو، روح طبطب في الجمعية واعطيهم حتى كلمة طيبة. يا باش يا ناس تاع الجمعية او ربي شاهد راني حاب بصح ما عنديش، دوك يفرحوا بيك ودوك يسلموا عليك، وبالك لتما تلقى واحد يتيم مش كيفي انا، مش فرطاس كيفي، تسمى عنده شعر تمسلو راسه هكا احسن قدان شعر، ربي راضي عليك. سم يعني بالك تهدر معاه كلمة بالك يفرح، بالك تضحك معاه، بالك تقول له اسمعني نسكن في اللي ظلمكش ما تسحقني يعني هنا، بالك ما تدريش بالك يهزوا رقم تاعك نيميرو تاعك يقول لك حنا نعيطوا لك، حنا عندنا حنا نغسلوا راح نمسحوا راح. ما تقطعش رحمة ربي، ما تخليش بركة رمضان يفوت وتقول يا والله ما درت والو خاطرك ما عنديش، لا عندك. فهمت؟ يا باغي الخير اقبل. ناس اخرين يقولوا لي يا لطفي احنا من بجاية، احنا من تيزي وزو، احنا من وهرن، سلموا على ناس بجاية وتيزي وهرن وكل الجيري كل ما نقدرش نعاون احنا بعاد. معليش يا ناس، يا باغي الخير اقبل، كان تليفون هز عيط في التليفون كلمة طيبة برك. يعطيكم الصحة يا تاع الجمعية، ربي يوفقكم وربي يكون معاكم، ورانا كل يعني وراكم الله غالب بعاد. كلمة طيبة شمع، كلمة طيبة وش أي صدقة، والله أنا نعيط لها أنا الصدقة المفقودة في بلادنا. ولات الكلمة الطيبة أغلى من هذيك 500 ألف، شكون دركا يعطيك كلمة طيبة؟ حتى في كومنتار في انترنت يبخلك حتى باش يقول لك جزاك الله خيرا. راكم ديروا في البدعة وديروا في الرياء وتنعتوا في رواحكم وما تحشموش راكم سرق، يعني حتى باخل نفسه حتى في كلمة طيبة، حتى ربي يوفقكم، ولا حتى يا خويا ربي برك يثبت النية تاعكم برك ويصحح النية تاعكم برك. فهمتوا كيفاه يا ناس؟ دونك ليدي تاع اليوم، يا باغي الخير اقبل، ما كانش منها مش قادر، حتى ولو راك في وهرن هز تليفون وعيط وقول كلمه حسنه وقولهم ربي يوفقكم. فهذه كل عند ربي راهي غاليه غايره، باسكو هذوما يا ناس كيما يقول هذوما الشعائر تاع الصدقه، تاع واحد يمد سوارد الاخر قلبه يحرق مدى بيا نمد وما عنديش بس على الاقل مد كلمه. هذوما الشعائر ربي يقول الا ومن يعظم شعائر الله فذلك من تقوى القلوب. اللي عنده صح تقوى وحب ربي في قلبه تلقاه يقول لك لازم ندير حاجه ولو كلمه طيبه، ولو كلمه طيبه. يعني ان شاء الله تكونوا من الناس اللي عظموا الشعيره هذه تاع الصدقه. الحمله متواصله مازالوا كلكو جور بس باذن الله راح نكملوها احنا على خير ويكملوها هم على خير، باسكو احنا رانا لاصقين فيهم برك. دونك نطلب منكم انكم كيف كيف الناس اللي في عنابه روحوا للجمعيه، يا ربي ما عندك حد شي روح برك مد واش عندك، سورتو الطفله روح يمدي حتى الفولاره تاع الخمار هذيك، اشري تاع لاشين ولا اشري من روحي صدقي حاجه، ما تخليش برك رمضان يعدي بلا ما تكون شاركت في هذه الحمله، باسكو ربي راح يبارك فيها. ما نطولش عليكم، ربي يوفقكم وكل ربي ينصر خاوتنا في غزه، ربي ينصر خاوتنا احنا ما نسيناهمش في غردايا، علموا باللي قلوبنا راهي معاكم والسناتنا في السجود راهي معاكم. الله يحفظكم والحمد لله مازال الخير في بلادنا ومازال الخير في عبادها، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مازال الخير في وفي امتي الى ان تقوم الساعه. تحيه كبيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.